طبق تقليدي مكوناته الأساسية حبيبات الكسكسي، لحم، خضر وبهارات. ساعتان من الزمن كافية لطهيه. وللتعرف على طريقة تحضيره زرنا منزل السيدة حبيبة لتحدثنا أكثر عن أصنافه حسب كل منطقة. في كل دار فيها تقاليد تاعهم، باينه بتحكمي جيجل عندهم الكسكس بالحوت، تحكمي من الغردايه عندهم الكسكس، جاي يقول لك عندهم انواع الخضر اللي يحطوه فيها، تحكمي الجزائر العاصمه تقول لك حنايا نديروه باللفت نديروه مرقبيطه، راهي تحكمي بوسعاده تقول لك لازم لنا كسكس حار وفيه كاع فيه الهرماس فيه الكسكسي عند الجزائريين طبق المناسبات، فلا تعاقب الأزمنة استطاع إزاحته عن عرش الأكلات التقليدية. يحتل المرتبة الأولى خاطرش هاد الكسكسي ندار في العرس، في العزاء، في الضيافة. دائما شوفي دوكا باغ اكزومبل دائما في العرس عادوا يديروه، يا لو كان مع الاخر يديروه سفة، لا باسكو يقول لك قصعة الفرح، قصعة تاع اللي تلم. الرمزية الثقافية التراثية لطبق الكسكسي لا تقتصر على الجزائر فقط، فالأكلة تشترك فيها دول شمال أفريقيا، هوية مغاربية رشحته لدخول التراث العالمي من باب اليونسكو. 2017 الجزائر كتبت للدول المغرب، تونس، وليبيا، وموريتانيا باش يعني وزارات الثقافة تبعث خبراء للجزائر العاصمة باش الخبراء هذو كيديروا الملف، وحطينا الملف باسم الدول هذو، حطيناه يوم 29 مارس السفير تاع الجزائر باليونسكو مع سفراء المغاربة، السفير تاع المغرب، السفير تاع تونس، والسفير تاع موريتانيا، حطوا هذاك الملف في السياج دو اليونسكو يعني في باريس. إدراج الكسكسي في قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية خطوة إيجابية للحفاظ على هذا التراث المغاربي. Ce plat est maghrébin, يعني c'est du patrimoine exclusivement maghrébin. يعني اللي يروح من نواحي طرابلس، من نواحي طرابلس من ليبيا إلى المحيط ما قبل التاريخ، هو معروف أن في البلدان المغاربية يعني موجود، عندنا الدلائل، عندنا الدليل بوجود فلاحة القمح. رمزية الكسكسية التراثية تجاوزت قيمته الغذائية لترمز إلى هوية موحدة بين مجتمعات مغاربية تسعى جاهدة للحفاظ على خصوصياتها الثقافية.